السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نخصصه لإعطاء كيفية كتابة une demande d'autorisation، يعني استعدادا للامتحان الجهوي في اللغة الفرنسية، خاصة في la production écrite. اليوم غادي نوريكم في هذا الفيديو ان شاء الله كيفاش ديروا تكتبوا هذا لا دوموند دوتوريزاسيون. قبل من هذا الشيء ما تنساوش تشتركوا في القناه، واللي عجبكم الفيديو ديروا ليه اللايك. اذا غادي نشوفوا كيفاش او نيفو دو لا ميز اون فورم، يعني الطريقه الكتابه من ناحيه الشكل. هنا الفوق كنديرو مثلا لو ليو اي لا دات، مثلا مراكش لو 13 ديسمبر 2021. هنايا لي ميتور، يعني المرسل اللي كيرسل لا ليتر خصو يكتب المعلومات ديالو هنا، الاسم، الصفه ديالو، مثلا يونس باكور ديليغي دي كوليج، يعني هو المندوب ديال الكوليج، الكوليج اللي كسميتو عبد الكريم الخطابي، والايميل ديالو، يدير الايميل ديالو هنا، المرسل اليه، الوغ هنا ليميتور، هنا لو ريسيبتور، المرسل اليه، كتبو ا مسيو لو ديريكتور مثلا ديال الكوليج، دو كوليج عبد الكريم الخطابي، ديريكسيون بروفانسيال مراكش. يعني المرسل اليه هنا لا دات اي لو ليو. وكنجيو هنايا كندير اوبجي، يعني الموضوع، شنو هو الموضوع ديال هاد لا ليتر. هاد لا ليتر اللي هي ستون ليتر officielle, lettre administrative ou la conventionnelle. Et ma bhal la lettre d'amitié, c'est-à-dire katkseb tariqa khassa. Alors demande d'autorisation de créer un club de lecture au sein de l'établissement, yani talab samah bi khalq nadi للقراءة داخل المؤسسة. كنجيو من بعد كنديرو لا فورمول دابيل مسيو لو ديريكتور، عاد كنكتبو داكشي اللي غادي نقولو مسيو لو ديريكتور. تلا هنايا باغ لا بريزونت، يعني بهذه الرسالة، التمس منكم، جو سوليسيت فوتر اوتوريزاسيون بور كريي ان كلوب دو ليكتور، التمس منكم السماح بخلق نادي للقراءة داخل مؤسستنا. par la mise en place de ce club de lecture، يعني بخلق هذا النادي ديال القراءة. on cherche avant tout، نأمل ولا نصب ولا نهدف، tout à multiplier les rencontres، يعني لي يعني تكثيف اللقاءات بين دون بار من جهه، لي ليفر الكتب، لي زوتور المؤلفين، لي زونيفير ليتيرير يعني الفضاءات الادبيه، اي دوتر بار من جهه اخرى لي زيليف تلاميذ، دون ليسبوار دو ديفلوبي شيز او اون اون كومبيتونس، كاين خطا، اون كومبيتونس بور لا ليكتور، يعني املا في تنميه كفاءه القراءه. اي لي زوتي، نعطيهم يعني الادوات بور انتربريتي لي تيكست، يعني باش يتاولوا ولا يشرحوا النصوص اوكيل اي سورون كونفرونتي، اللي غادي يواجهوها مستقبلا. alors vous trouverez ici le 6 juin le programme de notre club pour le premier semestre، يعني غادي تلقى هنايا البرنامج ديال النادي ديالنا الخاص بالدورة الأولى. يعني هادشي كيدخل في المرفقات ديال هاد لا ليتر. الوغ هنايا كتجي هنا في الآخر داك لا فورمول دو بوليتيس دو رميرسيمون. الوغ اون فو رميرسيون دافونس، يعني نشكركم مقدما. جو فو بري داغريي، يعني تقبلوا سيدي مسيو ليكسبرسيون دو ما اوت دو ما بلو اوت كونسيديراسيون،
يعني تقبلوا سيدي فائق احتراماتي. وهنايا لا سينيتور ديال اللي كتب للمرسل يونس باكور. اذا هذه هي الطريقه باش نكتبوا هاد لا ليتغ ولا هاد دوموند دوتوريزاسيون. لو في الفيديو ان شاء الله الاخر غادي نشوفوا كيفاش نكتبوا اون اوتغ ليتغ. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتابعوني باش نديروا الدروس ديال السنه الثالثه اعدادي.